اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. هيشاركنا النهاردة في قراءة أهم الأخبار والصحف النهاردة الجمعة 27 أكتوبر ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الفل أستاذ علي. صباح النور يا فندم. سعداء جدا بوجود حضرتك معنا، إضافة كبيرة مهمة لينا النهاردة. شكرا يا فندم. أستاذ علي، النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار المتعددة، وطبعا يعني الذي يغلب على هذه الأخبار ما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها القيادة المصرية والدولة المصرية لاحتواء هذه الأزمة على الأراضي الفلسطينية. ولعل البداية من اتصال هاتفي هام تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نستهل جولتنا الإخبارية مع حضرتكم بهذا الخبر، وهو الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك. تناول التباحث بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان الخطورة البالغة للموقف وضرورة تجنب توسع دائرة الصراع لما لذلك من تداعيات إقليمية تهدد الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى أولوية تحسين الأوضاع الإنسانية بالقطاع. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الدفع في الوقت الحالي نحو وقف كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة. أستاذ علي، يعني الحقيقة لا نستطيع أن نحصي عدد الاتصالات الهاتفية الذي تلقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الذي أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة وزعماء العالم، لأنها لا تحصى ولا تعد منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة، وإحنا بعد 20 يوم من هذه الأزمة. قادة دول العالم أستاذ علي يعلمون جيدا أن كلمة السر هي في مصر، من لديها الرؤية لحل هذه الأزمة. كيف تابعت هذا الاتصال من ضمن العديد من الاتصالات، وطبعا قيام مصر بقمة القاهرة للسلام اللي شهدت يعني حضور 34 دولة وثلاث منظمات عالمية؟ منذ الوهلة الأولى لاندلاع هذه الأزمة كانت توجهت أعين سائر دول العالم وسائر المنظمات الدولية صوب مصر. لما لمصر وقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي من دور قيادي كبير مشهود وملموس في المنطقة، من حكمة واحترافية في إدارة مثل هذه الأزمات. مصر نجحت من ذي قبل في 5 جولات من الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في رأب الصدع وتحقيق هدنة فشل آنذاك عن تحقيقها الكثير من دول العالم التي سعت إلى التدخل، وكان بينها الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية وغيرها، لكن في النهاية لم ينجح إلا مصر بهذا الشأن. ومن ثم كانت الزيارات المتعاقبة لعدد من الرؤساء، كان بينهم المستشار الألماني والرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الأمريكي وعدد كبير جدا من رؤساء الدول. هذا فضلا عن عشرات الاتصالات الهاتفية المتواصلة ومن جانب قادة ورؤساء وأمراء وملوك ووزراء خارجية دول العالم المختلفة الذين يتطلعون إلى إيجاد حل لهذا الصراع وعدم تزايد حدته أو يتحول الأمر إلى حرب إقليمية أو ينذر بما هو أبعد من ذلك. مصر لم تدخر وسعا. الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى عقد هذه القمة في مصر وخلال عدة أيام قلائل، يعني الأمر لا يستغرق 48 ساعة. كانت هناك موافقة من 34 دولة شاركت بالفعل مشاركة فاعلة في هذا الشأن، ورئيس عبد الفتاح السيسي كان صادقا وأكد على مرأى ومسمع من العالم أجمع أن مصر لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، لن تسمح بالدفع بهم إلى غزة إلى أرض سيناء، وأن هذا الأمر خط أحمر فيما يتعلق بنسبة مصر، لأنه يعني في المقام الأول تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر لم ولن نسمح به، وهو أمر يريد أيضا اصطناع مشاكل كثيرة جدا سواء لمصر أو لغيرها وتصدير المشكلة والأزمة إلى دول أخرى سواء مصر أو الأردن. لكن مصر رفضت رفضا تاما هذا الأمر، بل ونجح الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاحا كبيرا ومبهرا
في إقناع دول العالم بخطأ هذا المقترح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين سواء إلى سيناء أو إلى الأردن. إلى الأردن. فبالفعل هذا ما رأيناه أيضا على ألسنة رؤساء الدول ووزراء الخارجية حال حديثهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالفعل واقتنعوا بوجهة نظره تماما، وبالتالي تم وأد هذا المقترح المرفوض شكلا وموضوعا. وده بيأكد